متابعي شركة سي اف اي الاعتماد المالي، طبعا مثل كل اسبوع نحن بنقدم ملخص للاسواق المالية، ولكن اليوم استثنائيا نقدم نبذة او اذا بدكم حتى مراجعة سريعة على الاسواق المالية، ان كانت الاسواق المالية او الاقتصاد العالمي وكيفية التأثير والانعكاسات من جراء فيروس كورونا. كالعادة يعني ينضم إلي من الأردن كبير المحللين سيد مهند عريقات. مرحبا أستاذ مهند. أهلين أستاذ ريم، أهلا وسهلا، يسعد صباحك ويسعد صباح جميع الموجودين معنا في هذا الويبينار اللي رح نحكي فيه أنا وياك ريم عن أثار كورونا وتأثيره على الاقتصاد وعلى الأسواق المالية بشكل خاص، ونشوف أبرز الأحداث والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا. نعم تمام مهند، يعني بس بدي أول شيء أتأكد أنه الكل عم يسمعنا، واضح الصوت؟ طبعا صباح الخير للجميع، عم بيحكولنا صباح الخير، بنقول لكم طبعا احنا أهلا وسهلا فيكم، صباح النور، دائما بتشرفونا، ويعني دائما وجودكم يعني هو تكريم لنا ومحل فخر واعتزاز إن شاء الله. نعم طيب ريم، شو خلاص تمام لك. دائما معود اللي بيحضروا الويبينارات عندي، دائما معودهم دائما في كل بداية يكون عندي مفاجأة، ودائما احنا بنحب نبلش بأجواء التفاؤل بصراحة. لكن يعني قبل ما ندخل ونقعد نحكي في الأرقام والمؤشرات السلبية والأرقام المخيفة، وما بدنا يعني نضايق جماعتنا من البداية، لا بالعكس، احنا خلينا ننشر روح التفاؤل في هيك أجواء وننشر الفرح يعني، ونبدأ بأجواء تفاؤلية. اللي حاب احكي انه أزمة كورونا نقول لها شكرا، يعني انا حبلش بكلمة شكرا لكورونا، لانه كورونا كشفت لنا العديد من الحقائق التي كانت يمكن ما كنا منتبهين لها او ما كنا مركزين عليها، فجاءت كورونا لتكشف لنا العديد من النقاط المهمة جدا والمؤثرة جدا في حياتنا. كورونا لنا عيوب النظام العالمي وضعف النظام العالمي اللي كنا دائما بيخوفونا فيه وبيحكونا عنه، انه النظام العالمي والدول مش عارف ايش والكلام هذا. كورونا ضعف العلاقات السياسية الدولية بين العديد من الدول التي كانت يعني تشكل المساحة الأكبر من الأخبار الإعلامية. طبعا كورونا أوجد حالة طغيان وطغيان المصالح الفردية للعديد من الدول. احنا شفنا أزمة الكمامات والمعدات الوقائية والمعدات الطبية كيف شكلت يعني مشاكل سياسية بين العديد من الدول. احنا شفنا أعلام دول عظمى نزلت من على الساريات ورفعت مكانها أعلام دول أخرى. شفنا خلافات نشأت بين دول عظمى كنا نعتبرها دول عظمى ودول متحضرة ودول متقدمة وبين مؤسسات دولية. شفنا انه كشفت لنا قديش في كان تواطؤ في هذا الموضوع. كورونا كشفت لنا بصراحة الوجه الحقيقي للأبطال الحقيقيون في مجتمعاتنا. احنا شفنا كنا دائما نعتقد انه هدول هم من نجوم المجتمع، نجوم الفن، نجوم الرياضة، ولكن ثبت لنا انه لا، في عنا أبطال حقيقيين لم يأخذوا حقهم في السابق، أصبح الآن لزاما علينا أن نشكل ونضع الأضواء عليهم وأن نركز حتى جميع الأموال التي كانت تنفق على لا شيء يجب أن تنفق الآن على البحث العلمي وعلى رجال الطب ورجال الأمن اللي عم يعني بيحاولوا كل جهودهم على مدى 24 ساعة في الحفاظ على أرواحنا. أيضا كورونا أثبت لنا دائما كان في صراع أيهما أهم، هل السياسة أم الاقتصاد، كلاهما لا شيء أمام الصحة العامة والسلام العامة. هذا الحكي يعني ثبت علميا من خلال الأزمة اللي احنا بنشوفها، أثبت لنا أنه السلام العامة هي تأتي أولا ومن ثم السياسة والاقتصاد. طبعا كورونا أيضا فادت تحسين المناخ العالمي، عم نشوف كيف قرارات المناخ العالمي في تحسن كبير جدا، و
يعني اثبتت لنا تجربه كورونا انه كثير من العادات السيئه اللي كنا نعملها اصبح كان الاستغناء عنها والعيش بطريقه افضل. بالنهايه يعني افضل شيء انا استفدته على الصعيد الشخصي من ازمه كورونا انه هذا الويبنر الجميل اللي عرفني على اصدقاء جداد اللي نشات بيني وبينهم علاقات بصراحه حب، ويعني يعني انا بعتز بكل اللي عم بيحضروا الويبنرات تبعوني وعم بيتابعوني اول باول، وصار بيننا علاقه قويه جدا. ما يعني انا اكثر من سنتين بعطي محاضرات من سي اف اي وورشات عمل هيك شيء، ما مر علي فتره استمتاع بالتعاون والتعامل مع الساده من خلال هذا الويبنر. فكانت هاي كل فوائد ومزايا للويبنر. انا بقول شكرا للكورونا وكشف لنا كل هاي. نعم يعني مهند كلام جميل جدا وبيعطينا تفاؤل صراحة، وطبعا مع كل تحركات في الأسواق تخلق الـ opportunities أو إذا بدك الفرص، وهذا أيضا أمر إيجابي. يعني نحن محظوظين أنه نحن بهيدا الوقت عم نقدر نكون متابعين للأسواق ومستثمرين ومستفيدين من التحركات وانعكاساتها على الأسواق بطريقة إيجابية لمصلحتنا، إن كانت مصلحة شخصية أو أيضا استثمار طبعا في المحفظة. نعم مهند، قبل أن نبدأ طبعا يعني مثل ما حضرتك أشرت، يعني قبل أن نبدأ ونستعرض بالأرقام أبرز ما تسببت فيه هذه الأزمة، يعني عندنا نقاط رئيسية سوف نناقشها اليوم، إن كانت عن ارتفاع البطالة العالمية وطبعا انخفاض الأجور كما نرى يعني بالأرقام التي تنعكس الأرقام الأساسية سنستعرضها بعد قليل، وأيضا عندنا مشاكل وأزمة ديون عالمية، وربما أيضا نحن سوف نبحث أو نستعرض بعض الحلول للمضي قدما بهذه الأزمة، وأيضا سوف نستعرض المديات الزمنية لكورونا، ما إن كانت في المديات القصيرة كيف ستنعكس على الاقتصاد، وما إن يعني طولت لمدة أطول بقليل كيف ستنعكس أيضا على الاقتصاد. وطبعا سوف نختم كيفية تعاملت CFI طبعا مع هذه الأزمة، إن كانت من ناحية المستثمرين أو طبعا طاقم العمل في جميع الفروع لديها. مهند يعني لنبدأ من الماكرو إيكونومي أو نستعرض الاقتصاد الذي تضرر من جراء فيروس كورونا، يعني سأتكلم بشكل عام وندخل معك بشكل خاص بالتفاصيل. رأينا أنه الأسهم العالمية قد خسرت تقريبا 6 تريليون دولار من قيمتها، هيدي بدأت تقريبا منذ مطلع شهر مارس وبدأت انعكاساتها تظهر بطريقة سلبية، مع أنه شفنا تحركات للربع الأول إن كانت مع ارتفاعات أسعار الذهب، مع تراجع إذا بدك تعتبر الأسواق الأسهم هي أسواق ذات مخاطر عالية شفنا تراجعات عليها. أيضا الاقتصاد العالمي يخسر تقريبا 2.5 تريليون دولار، وطبعا هناك تراجع في النمو كما هو يعني أصبح يعني ملموس. تفضل. يعني ريم إذا سمحتي لي، وحضرتك عم تستعرضي هاي الأرقام والخسائر القطاعات المختلفة جراء فيروس كورونا، يعني ننبه إنه هاي الأزمة اللي إحنا عم نعيشها تطلبت العلاج الأهم تبعها كان والإجراء الأهم اللي هو الابتعاد الجماعي، أوكي، اللي هو الحجر يعني، أوكي. فهذا الشيء تطلب إغلاق المؤسسات التعليم، الشركات، المصانع، الأعمال، قطاع الأعمال. فبالتالي هذا شكل ضربة مباشرة على الاقتصاد، مما يجعل من الأزمة الحالية حسب توقعات الخبراء والمسؤولين حول العالم بأنها راح تكون أصعب من الأزمة 2008. الأمين العام للأمم المتحدة ذكر أنه هاي الأزمة لربما تكون أسوأ من الأزمة العالمية اللي إجت في نهاية الحرب العالمية الثانية. رئيس الفيدرالي نفسه قال أنه الولايات المتحدة دخلت في مرحلة ركود. مديرة الصندوق النقد الدولي ذكرت في التصريح لها الأسبوع الماضي أنه العالم سيشهد أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. كورونا ما حدا عارف لغاية الآن يقدر يحدد متى رح تكون نهايته، وهذا أهم سؤال رح نسأله للسادة الموجودين معانا في هذا الويبينار. أنا حاب أخذ رأيهم كمان، وحاب إنه يشاركونا الرأي، حاب أسمع منهم زي ما هم عم يسمعوا منا.
بحب دائما التفاعل والتشارك. انا حاب اسمع منهم في نهايه الويبينار كيف راح تكون رايهم في كيف ممكن ينتهي موضوع كورونا. اكيد اخذ ارقام منذ بدء ازمه كورونا، فبالتالي مشكله كورونا اللي حاب احكيها انها عدا عن انها مشكله اقتصاديه هي ايضا مشكله انسانيه تهدد الاقتصاد، تهدد حياه البشر بنفس الله. تفضل يا ريم. يعني طبعا مهند بالنهايه الركود يتحدد بنقاط معينه اللي نحن راح نناقشها هلا، ان كنا عم نحكي عن الصناعات، ان كنا عم نحكي عن التراجع الطلب على السلع، ان كنا عم نحكي عن الاستيراد والتصدير، قطاع السياحه، التكنولوجيا، جميعا يعني راينا تراجعات بهذه القطاعات بسبب هذه الازمه. ولكن يعني كمان الامر الملفت بان رئيس الامريكي دونالد ترامب اشار اليوم، او يعني إذا بدنا نقول وأخيرا، اعترف بأنها كارثة، وربما قد تكون الاعتراف بالمشكلة بداية الحل. يعني اعترافه بأن 50 ولاية في الولايات المتحدة الآن ليست فقط حالة طوارئ بل هي حالة كارثة، نحن يعني نعتقد أو حتى المحللون يعتقدون بأنها بداية أو ربما قد وصلت إلى ذروتها وهي بداية لحل جذري إن شاء الله. يعني إن شاء الله. نعم، من هيدي النقطة رح نكمل. مهند، مثل ما حضرتك أشرت، هناك مخاطر كبيرة يعني تنعكس على الأسواق الناشئة خصوصا. يعني نحن رأينا البلدان المنخفضة الدخل هي اللي عم تتضرر كمان بطريقة أكثر شيء. رح نستعرض بعد شوي الناتج المحلي ببعض الدول العالمية، ولكن كمان من بعد ما شفنا القطاعات تراجعت هيدا بشكل إجمالي، رأينا أيضا بأن هناك تراجع على أسواق الأسهم وخصوصا خسائر بشركات عالمية. حضرتك كمان خبرنا أكثر عن هيدا موضوع الشركات في قطاع التكنولوجيا إن كانت أو في قطاع التجزئة في الولايات المتحدة، تفضل. طبعا قبل ما نستعرض يعني كعينة كمثال على الخسائر التي لحقت في الشركات ريم، طبعا انا بقرا مشاركات الاخوه، يعني بالعكس مجدد الترحيب فيكم، منكم اهلا وسهلا، وبالفعل يعني شكرا كورونا اللي عرفنا عليكم. بالتاكيد اخوان، ايجاد لقاح وعلاج يعتبر هو الحل الجذري لموضوع كورونا، ودون ذلك سوف نستمر في هاي الازمه الى ما شاء الله. طبعا ايضا في عندنا مشاركه ليست متى تنتهي ولكن كيفيه اداره الازمه. هاي ملاحظه جدا مهمه راح نحكي عنها بعد شوي استاذ الكريم، كيفية إدارة الأزمة. أحسنت بهذا الطرح لأنه يسموها طريقة flatten the curve، إنه يعني أحافظ على مستويات إصابة معينة من أطول فترة ممكنة إلى حين إيجاد لقاح لهذا الفيروس. وبالتأكيد كيفية إدارة الأزمة بيلعب دور جدا مهم وحساس في أزمة كورونا بالتأكيد. وشفنا في دول أهملت في البداية في التعامل أو قصرت التعامل مع هذا الموضوع، وكانت النتائج كارثية. فلذلك أنا بأيدك 100% إنه إدارة الأزمة في الوقت الحالي وفي البداية وتحديدا منذ البداية كان مهم جدا. نستعرض هذا بشكل ونشوف كيف إنه أخ محمد لو نكتب له إنه يعمل ريستارت لأنه بيحكي ما في صوت. خسائر الشركات الأمريكية نتيجة هذا الموضوع أو فيروس كورونا خسائر بالمليار. عم نشوف فيسبوك 27 مليار، أمازون 43، أبل 43، جوجل 44، مايكروسوفت 58 مليار. ف يعني عم نشوف خسائر مليارية كبيرة جدا، مش بس خسائر مادية زي ما تفضلت قبل شوي، إنه هاي أيضا في عنا خسائر في التوظيف، في عنا خسائر مادية وفي عنا خسائر بطالة هنستعرضها بعد شوي. وبالتالي هي بالتأكيد خسائر كبيرة جدا، إغلاق شركات، إغلاق مصانع، إغلاق فروع، كلها تنعكست بشكل مباشر على الأرقام والمؤشرات المالية سواء الاقتصادية أو للشركات. نعم، يعني مهند بس تعقيبا على كلام الأخ اللي كان عم يسأل عن يعني
حالة تتطلب العلاج. يعني نحن رأينا بأن هناك خطط غير اعتيادية تحفيزية، يعني إن كانت من البنوك المركزية وإنفاق تقريباً 2.2 تريليون في الولايات المتحدة، أيضاً هناك مجموعة العشرين التي أيضاً ضخت تقريباً 5 تريليون في الاقتصاد العالمي، وأيضاً صندوق النقد الدولي هو أيضاً يتخذ إجراءات مالية تصل إلى تقريباً 8 تريليونات، وحتى توقع صندوق النقد الدولي بأن عام 2021 سوف يحمل معه إيجابية. يعني كان هناك بعض التفاؤل يعني هي مدة وقت ربما، وهناك بعض التفاؤل قد نرى بصيص أمل بعد ما تخلص هيدي. نعم تريم، الأخ حسن عم بشاركك الرأي وعم بقول إنه الناس بدأت تستوعب هذا الموضوع وبلش يصير فيه تحسن على الأسواق. بالتأكيد احنا من ايدك هذا الحكي، وهذا نقطة رح نطرحها بتفصيل اكثر بعد شوي، انه عم نشوف مؤخرا تحسن على اداء الاسواق المالية. شو سبب هذا التحسن؟ بالتأكيد رح نطرحه بعد شوي في خلال بعض النقاط المهمة. صباح النور اخ مود، بعرف مود سب او بنت، المهم صباح النور، مبدع بوجود اكيد. الاخ محمد أحسن، محمد تحويل التحديات إلى فرص وأفكار تحديثية، هذا كان شعار في إفاي بصراحة، نتكلم بكل صراحة بكل شيء. القائمين على شكل إفاي وجهوا لنا خطاب للجميع إنه هاي الأزمة بدنا نحولها إلى فرصة وقصة نجاح، وهذا الشيء اللي إحنا عم نعمله وعم نحاول نحققه، والحمد لله رح نحكي بتفاصيل هذا الموضوع بعد شوي إن شاء الله. ازدهار بصراحة. نعم بشاركك بنفس الموضوع اللي حضرتك أشرت له، إنه رح يصير في تغيرات ونحن ورح نشوف قطاعات عم يعني الطلب عليها رح يخف، ورح نشوف قطاعات الطلب عليها رح يرتفع، فهيدا الأمر طبيعي بوجه اللي نحن حاليا عم نمرق فيه. تمام. Good morning. طيب خلينا نكمل. ريم تفضلي. The demand for IT service will increase. نعم استاذ ازدهار، يعني نحن حتى عم نشوف شركات اونلاين مثل جوجل وامازون بلشت حاليا عم نشوف ارتفاعات بهذه الشركات، لانه العالم عم تتوجه اكثر للاونلاين سيرفيسز. معك حق، مزبوط، الطلب على الاونلاين سيرفيس. نعم لنكمل، نحن مهند باستعراض يعني كما رأينا خسائر الشركات الكبرى والعالمية، وطبعا رأينا أداء الأسواق خلال الربع الأول في تراجع، يعني مثل ما لاحظنا إن كنا عم نحكي عن الأويل ولا إن كنا عم نحكي عن المؤشرات العالمية كالداو جونز فوتسي وأس أم بي، طبعا تراجعت بطريقة حادة منذ أن بدأت أزمة كورونا، خصوصا النفط. يعني بدأت أزمة كورونا سيد مهند بوقت أغلقت المصانع في الصين كما نعلم، وبدأت تتراجع أسعار النفط لأنه طبعا الصين هي المستهلك الأول قبل أن تبدأ كورونا، يعني قبل أن يبدأ اجتماع أوبك، يعني بدأنا نرى تراجعات أسعار النفط من كورونا، بعدين شفنا اجتماع أوبك الذي أوبك بلس الذي جاء بخلاف بين المنتجين الكبار، لذلك رأينا انخفاض أكبر في أسعار النفط. ولكن يعني قد نرى نعم تفضل. يعني آسف قطعت كلامك، بس إنما حاب بالعكس نحن طبعا هو النقاش هي فحو هيدي المحاضرة مهند، تفضل. إحنا عم نشوف هلا التركيز كلياته آخر فترة على قطاع الطاقة وأسعار التي تأخذ، يعني كل مرة في تراجع مستمر، فهذا الشيء وعم بشكل ضرر إضافي للاقتصاد العالمي ولميزانيات الدول التي تعتمد على أسعار البترول. لذلك عم نشوف اجتماعات ولقاءات على مدار الساعة لمحاولة ضبط أسعار النفط، ولكن إلى أي مدى سوف ينجحون في ذلك سواء جماعة أوبك أو أوبك بلس أو حتى دول من خارج أوبك بلس زي كندا والولايات المتحدة. إحنا نعرف كندا على سبيل المثال هي رابع أكبر منتج في العالم، وعلى ما أعتقد ثاني أكبر نفط في العالم. نعم صحيح. وأيضا عم نشوف الولايات المتحدة في شركات عم بتفلس وعم يعني الموظفين عم بزيد البطالة لأنه ما في شغل، تكلفة الإنتاج الصخري زيت مرتفعة جدا، الأسعار الحالية
يعني اضطر انه بعض الشركات الامريكيه ان تبيع النفط ببلاش. اوكي، لا ننسى امتلاء المخزون في معظم الدول الاستراتيجيه. عم نشوف تم استئجار معظم ناقلات التخزين للنفط حول العالم، بالتالي النفط في ازمه حقيقيه، وهذا بيزيد حجم الاضرار او الضرر الاقتصادي على الدول العالم. نعم نعم، يعني كمان راينا تراجع مهند على الناتج المحلي الاجمالي الذي يعني حيث ايضا شفنا توقعات بانه قد يكون ناتج المحلي الاجمالي النصف مقارنه بالربع الاول من العام الماضي، يعني عم نحكي على 1.5% بينما كان تقريبا 3%، وهذا امر طبيعي. يعني بالنهايه الناتج المحلي الاجمالي هو ليس الا الانتاج المحلي داخل دوره معينه، وطبعا بسبب إغلاق المصانع، بسبب إغلاق اليد العاملة، وهذه الأمور سوف نرى تراجع. ولكن يعني بعد شوي سنستعرض الأرقام أكثر، هناك بعض الأرقام نرى أنها ارتفعت، وهذا أيضا يكون يعني أمر إيجابي بسبب ما يحصل حاليا. ننتقل لنتكلم أكثر مهند عن العاطلين عن العمل، وهي الأرقام التي تؤثر والتي تعكس بطريقة مباشرة أثر كورونا صراحة. يعني عم نرى ناس عم تترك وظيفها، نرى أن البطالة ترتفع ليس فقط في الولايات المتحدة بينما في العالم، وطبعا حتى هون بالأرقام نرى بأن الأزمة المالية تسببت ببطالة، ولكن كورونا تتسبب بأكثر من هذا. يعني إذا فيك توضح لنا أكثر هذه المعلومة. يعني ريب، حتى الرقم أصبح توقعاته أعلى من 25 مليون بطالة متوقعة، الآن تقريبا إلى 36 مليون. في الأزمة 2008، الأزمة العالمية، كان تسببت في بطالة بنسبة أو برقم 22 مليون. الآن رقم البطالة العالمي الحالي يشكل 188 مليون قاطع عن العمل، رقم مخيف جدا، وهذا اللي دفع منظمة العمل الدولية للإعلان والتصريح والطلب لدعم التوظيف وحماية الدخل للمحافظة على دعم قدرة الاقتصاد على الارتداد إلى حين انتهاء الأزمة الحالية، لتجنب المزيد من الضرر الاقتصادي والمالي للمجتمع. نعم. طيب مهند، هلأ بدنا نحكي أكثر عن أكبر اقتصاد في العالم، إن كانت الولايات المتحدة أو الصين. كيف تعاملت الولايات المتحدة مع موضوع كورونا والأزمة، وكيف الصين تعاملت مع هذا الموضوع ولا تزال تتعامل؟ يعني هذه نقاط كتير مفصلية بتحدد مستقبل هذه الأزمة التي نحن عم نمرق فيها. يعني باستثناء طبعا مثل ما شفنا الفولاتيليتي إندكس أو مؤشر المخاوف الذي لا يزال يرتفع بصورة تصاعدية، هذا طبعا يعكس بأن لم نرى شيء ملموس بعد من الاقتصادات الكبرى في العالم، ولكن حاليا نحن نرى بأن الصين قد أثبتت بأنها تريد المساعدة في حل هذه الأزمة، وهي ترسل طواقم طبية وترسل المساعدات لدول أوروبية. ولكن هل نرى هذا أيضا، يعني هل يجب الولايات المتحدة أن تسير على نفس الخطى؟ يعني ريم، بدك صراحة ما راح أزيد كثير عن اللي حكيتيه حضرتك، إنه ولكن زي ما حكينا في بداية هذا المحاضرة، في بداية هذا الويبينار، إنه موضوع كورونا كشف لنا العديد من الحقائق والعديد من الأمور المهمة. شفنا تم التركيز إعلاميا كيف تعاملت الولايات المتحدة مع هاي الأزمة، وكيف تعاملت الصين مع هاي الأزمة، ويعني ظهرت الصورة اللي احنا شفناها، انه تعامل الصين كان بطريقة يعني اجدر وطريقة افضل وطريقة احترافية اكثر من الولايات المتحدة التي تعتبر دولة رقم واحد على مستوى العالم. شفنا انه القطاع الخاص والقطاع العام في الولايات المتحدة ما كان مستعد بشكل المطلوب لمواجهة هاي الأزمة. شفنا في عندهم نقص في المعدات الطبية ومعدات الوقاية. شفنا الولايات المتحدة حاولت تسعى للحصول على لقاح منفردة دون يعني مراعاة انه هذا اللقاح قد يعني يستخدم جميع العالم. تدخلها في سوق النفط وطلب من اوبك بلس رفع اسعار النفط ودعم الاسعار بدون تقدم اي يعني
أي مجهود أو أي تلميح إنه هي كمان ممكن تخفض أو تشارك في خفض الإنتاج. فيعني بصراحة تعامل الولايات المتحدة كان أقل احترافية وبعيداً عن الأداء الصيني الذي يعني أثبت إنه الصين كانت أجدر في التعامل مع أزمة كورونا. وشفنا المواقف والمساعدات التي قدمتها الصين لعدد من دول العالم وبالذات إرسال يعني معدات أوروبية لدول أوروبية وغيرها. فبالتالي الصين باعتقادي يعني لغاية الآن على أقل تقدير يعني كسبت الرهان بصورة أفضل من الولايات المتحدة، وهذا الشيء عم ينعكس على الأرقام. عم نشوف الوفيات والإصابات في الولايات المتحدة يعني كيف عم بتسجل، هي الأعلى على مستوى العالم. نعم نعم، اليوم وصلت الأعلى عند 20,000 تقريبا. نعم فلذلك يعني هاي كانت إحدى الأمور اللي كشف لنا إياها موضوع أزمة كورونا. نعم مهند، بس تعقيبا على كلامك، يعني الولايات المتحدة تتجه لطبع الدولارات وتتجه ل تفضل. في إخوان عم بشكوا من الصوت، مش عارف ليش مش عم بوصلهم صوت، مع إنه الكل عم بسمع كويس، بس في ناس استلع بشكي. نعم يعني في أشخاص عم بيقولون إنه الصوت ممتاز، يعني أنا بظن إنه بيكون نتورك إيشو أو كونكشن إيشو من عند بعض الأشخاص، بطلب منهم يعملوا ريستارت. أنا طلبت هيدا الموضوع، يمكن ما عم يسمعوني. الأخ عمار قال إنه هل نتوقع ظهور عملة عالمية جديدة بدل الدولار؟ يعني مثل ما عم نشوف كمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليا هو يطبع الدولارات، وهو قد يعني هيدي حاليا توجهه، ربما يتعامل بطريقة أكثر مالية. طيب يبدو في مشكلة عند ريم. على العموم حاليا لا، ما بنعتقد انه راح يكون في عملة جديدة بدل الدولار. لسه بكير على الحكي الكلام المتعلق باستبدال العملات مع عملات. احنا بنعرف انه الدولار هو تعتبر العملة الاحتياط الاولى في العالم، وتشكل ما نسبته 70% من احتياطي العملات الأجنبية لدى البنوك المركزية في معظم دول العالم. يعني الدولار هي مصلحة عالمية وليس يعني تخص الولايات المتحدة فقط، عدا عن أنه الدولار هو مدعوم عسكريا بأكبر قوة عسكرية على مستوى العالم. فبالتالي لا، ما أعتقد أنه نحن حاليا ممكن نشوف عملة جديدة بدل الدولار، على الأقل في الوقت القصير والمتوسط القادم. طيب خلينا أبلش أكمل معاكم، نستعرض أهم السلايدات على ما نشوف زميل تريم كيف المشكلة عندها ممكن تصير. نستعرض. أوكي. نتكلم عن مشكلة الدين الأمريكي. إحنا عم نشوف الدين الأمريكي وقت ما استلم ترامب الرئاسة كان في حجم دين بحدود 20 تريليون دولار. حاليا حجم الديون ارتفع إلى 23.5 تريليون دولار، وهو ما يشكل 109% من الناتج المحلي الإجمالي. أوكي، لسه لغاية الآن مش هون المشكلة. المشكلة وين؟ مشكلة في ديون الأفراد والشركات، 77 تريليون دولار، حجم مخيف جدا، وخاصة مع ظهور المشكلة الاقتصادية المتعلقة بفيروس كورونا، وزياد أرقام البطالة وزياد توقف عمل الشركات. لأنه إذا احنا حكينا في البداية الويبينار أنه البعد الاجتماعي هو كان الحل المطلوب لمواجهة الأزمة فيروس كورونا، فبالتالي رح يكون في عنا عجز في السداد، رح يكون في عنا توقف عن العمل. فلذلك سارعت الولايات المتحدة سواء الكونغرس أو الفيدرالي إلى توفير دعم مادي هو الأكبر والأضخم في تاريخ الولايات المتحدة. كمرحلة أولى نحكي عن رقم يفوق 2 تريليون دولار لدعم الأفراد ودعم الشركات المتعثرة في سبيل المحافظة أو محاولة المحافظة على الأداء الاقتصادي وعلى الأفراد خلال هاي المرحلة الصعبة. فلذلك
الولايات المتحدة تواجه مشكلة اقتصادية كبيرة جدا، عم بتواجه عجز اقتصادي وعم بتواجه دين محلي ودين شركات وأفراد على مختلف الأنواع. فدائما السؤال كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هاي المشكلة؟ هل 2 تريليون رح يكونوا كافيين؟ ولكن بالتأكيد ما رح يكونوا كافيين، لأنه الولايات المتحدة رح تضخ تريليونات إضافية لمواجهة هذا الفيروس، وخاصة إذا ما استمر فترة أطول خلال الفترة القادمة. بالتأكيد بالتأكيد ازدهار عمار، بالتأكيد 2 تريليون أكيد ما بيشكلوا، يعني ما بيحلوا المشكلة بالكامل عنا، لأنه إحنا بنتكلم عن أرقام رح تكون مخيفة جدا، وعم نشوف ازدياد حالات الإصابة بطريقة سريعة جدا وطريقة كبيرة جدا في الولايات المتحدة، وعم نشوف ارتفاع حالات الوفاة. فلذلك ترامب دائما الآن هو اعترف الأصعب قرار رح يكون في حياتي إنه لما أطلب من الناس يرجعوا لأشغالهم ولأعمالهم، لأنه الاقتصاد الأمريكي يواجه العديد من المشاكل المتعلقة بفيروس كورونا. طيب خلينا نتكلم يعني بطريقة سريعة جدا الآن. مهند تسمعني؟ آريم أهلا وسهلا، رجعتي؟ يعني سوري بعتذر، صار في عنا عطل تقني، بس إن شاء الله هلأ بنقدر نكفي سوا. عم تسمعني منيح؟ لا تمام، هيك الأمور. إحنا وصلنا عند مرحلة الخطة لمواجهة أزمة كورونا ريم. نعم، يعني بدأنا نتحدث بطريقة إيجابية الآن، وهذه النقاط التي قد تساعد يعني الاقتصاد بحل هذه الأزمة العالمية، أو ربما يجب أن يكون هناك هذه الخطة. تفضل مهند. يعني زي ما حكينا في البداية برضو نعاود ونأكد ونشير على أنه هذا الفيروس وهزيمته يأتي بالدرجة الأولى عن طريق الدفاع عن صحة الناس من أجل التعافي الاقتصاد. الاقتصاد لن يتعافى بدون ضمان سلامة المجتمع. لذلك دائما بنشوف في معظم الدول العالم دائما تحرص بالدرجة الأولى على ضمان وسلامة أفراد المجتمع، لأنه لا اقتصاد بدون أفراد وبدون سلامة المجتمع. فبالتالي أهم خطوة الآن لازم تقوم فيها الحكومات على مستوى العالم أنه كيف تضمن سلامة أفرادها وسلامة المجتمع. نعم، يعني مهند ما بعرف يمكن قطعنا، حكيت شوي عن الأرقام الاقتصادية كمبيعات التجزئة أو أسعار الاستهلاك في العالم حاليا، ما بعرف إذا حدا عنده أي استفسار عن هذا الموضوع. يعني بالنهاية أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة جميعها تعكس تكلفة المعيشة والنمو في الاقتصاد معين لجميع السلع والخدمات المستخدمة داخل البلد، وطبعاً هذه السلة تعكس التضرر. يعني إن كنا نرى بأن الصين كما نرى هنا الأرقام مهند، نرى بأن الصناعة ومؤشر أسعار المستهلكين والتجزئة في الصين تراجعت بطريقة مخيفة، ولكن جميع التوقعات تشير بأن قد يكون. ريم قبل ما نخوض بالتفاصيل، بس الأخ يامن عم بسأل ليش الدولار ما زال يعني أقوى العملات، بس خلينا نجاوبه بشكل سريع. الدولار أستاذ يامن زي ما حكينا قبل شوي هو يشكل 70% من العملة الاحتياطي لدى البنوك المركزية في مختلف العالم. الدولار هي العملة التي يتم فيها تبادل أهم السلع العالمية، على رأسها طبعا النفط والذهب. الدولار هو يشكل عملة البلد الأقوى عسكريا على مستوى العالم، وبالتالي كل هاي العوامل هي التي تجعل الدولار هو أقوى العملات حاليا. تفضلي. لا بالعكس، يعني معك حق 100%. مهند بس كمان بدي استعرض أرقام البطالة اللي حضرتك تكلمت عنها واللي عم ترتفع. إن كنا عم نرى أنه البطالة عم ترتفع بالصين لشهر، عم نحكي شهر مارس الذي يعكس شهر فبراير، يعني تقريبا 6%، وأيضا في الولايات المتحدة يرتفع نقطة مئوية إلى 4.4%،
بأوروبا كمان يرتفع، وكذلك الأمر ببريطانيا. ربما أيضا بشهر أبريل قد نرى هذه الأرقام ترتفع أكثر من هذا لتعكس شهر مارس. يعني هذه يعني أرقام مهمة، ولكن هناك دعم لأن هذه الأرقام سوف تتغير مع اقتراب نهاية الربع الثاني من هذا العام، خصوصا الإنتاج الصناعي. يعني حتى نرى مهند مبيعات التجزئة ببعض البلدان ترتفع لأنها تعكس الاستهلاك، يعني الأشخاص تتجه حاليا إلى السوبر ماركت وإلى يعني شراء المواد والسلع والمواد الغذائية، هذه تعكس بارتفاع على مبيعات التجزئة ولكنها تعكس بتراجع على أسعار المستهلكين. يعني سريعا تفضل. أورين بصراحة الكل عم براهن على تحسن المؤشرات في النصف الثاني العام، أوكي، اعتبار أنه عملية الوقت هم يعني الهدف من الموضوع كلياته هو شراء الوقت. يعني هم في اعتقاد على أنه ممكن أنه نجد لقاح أو علاج لهذا الفيروس أو ننتهي منه، يعني على الأقل ولو تدريجيا من هون لنهاية شهر 6 الحالي، ولكن كل المعطيات الآن عم تعطي عكس ذلك. عم نشوف أنه ما زلنا في طور أو في ما زلنا ضمن الأزمة الكورونية الحالية، أوكي، ما زال المشكلة في تفاقم، أوكي، بالتالي هذا الشيء اللي عم يخلي زي ما حكينا في بداية الويبينار معظم المؤسسات والمنظمات الدولية تشير إلى خطورة الأزمة الحالية على اعتبار أنها مرشحة أنها تكون الأكبر والأخطر منذ 2008 وحتى منذ أزمة الكساد العالمي اللي حصل في سنة 1935. فبالتالي هذه تحكي عنها سلبية، يعني مرشح أنها تكون مزيد من السلبية خلال الفترة القادمة ما لم يتم علاج أو يعني حل جذري لموضوع كورونا. نعم، يعني بس تعقيبا على سؤال استاذ عمار، نعم نحن لا نعرف متى ينتهي هذا الوباء، معك حق، سنتكلم أكثر عن مدياته في حال يعني ظل فترة قصيرة أو فترة أطول، ولكن طبعا حتى لو كان في هناك حل مهند، ما بعرف إذا بتوافقني الرأي، حتى خطة العلاج وما بعد العلاج أيضا يتطلب وقت. يعني المسألة يمكن قد تستغرق وقت، نعم، ولكن قد نرى بعض التحسن في هذه المؤشرات الاقتصادية عندما تبدأ على الاقتصاد. تفضل. يعني حتى جورج يعني بقول July it will be a turning point. Believe me, no one knows, Mr. George, when will be the turning point. Nobody knows. نعم. نعم، ولكن ربما هذه الأرقام الاقتصادية قد تعكس لنا صحة الاقتصاد أو أداء، وربما بعض نرى بعض التحسن في هذه الأرقام. يعني قبل أن نستعرض مهند الأرقام أو إذا بدك التحليل الفني لأبرز المؤشرات والسلع المهمة، لنتكلم أكثر عن يعني كيف تعاملت الشركة أو CFI، كيف تعاملت مع الأزمة الحالية إن كانت مع المستثمرين أو مع طاقم العمل. طبعا يعني ريم زي ما حكينا في البداية، القائمين على شركة CFI طلبوا منا كلياتنا، وانت بتعرفي انت واحد من الناس اللي وصلك الرسالة، انه طلب منا انه نحول ازمة كورونا الى فرصة والى قصة نجاح. شركة CFI استعدت مبكرا ومنذ اللحظات الاولى لموضوع فيروس كورونا للتعامل مع تداعيات واثار فيروس كورونا. شركة CFI قامت بمجموعة كبيرة من الاجراءات التقنية والادارية التي تميزت بالدقة والمهنية العالية، عكست الخبرة الطويلة والكبيرة للقائمين على هذه الشركة، وأيضا عكست كفاءة ومهارة العاملين بشركة CFI. طبعا إيش الخطوات اللي عملناها والإجراءات؟ بصراحة بدنا حلقة كاملة نستعرض إيش هي هاي الإجراءات الكبيرة اللي قامت فيها شركة CFI، ولكن ما بهمنا إنه بالنهاية الحمد لله حققنا نجاح كبير، ونحن مستمرين في تحقيق النجاح. ومؤخرا يمكن الكل اللي بيتعامل مع شركة CFI وصلتهم رسالة عن الإعلان عن منصة MyCFI اللي بيقدر فيها المتداول انه يفوت من خلال هاي المنصة الخاصة فيه للقيام بعملية سحب
وإيداع الأموال بطريقة أسهل من الطريقة الأولى. يعني أصبح العميل هو بنفسه يودع، هو بنفسه يسحب من رصيده بدون أي عناء أو بدون أي غلبة وبدون إجراء أي مكالمة هاتفية. أيضا بيقدر يتداول ويتابع منصة ويتابع التحليلات والتقارير من خلال منصة ماي سي اف اي. هاي أطلقت مؤخرا، عم نلاحظ أنه سي اف اي دائما وأبدا تسعى أنه تتغلب على الأزمة هاي وأن تجعل منها قصة نجاح. الحمد لله نحن لغاية الآن عم نحقق هاي النتيجة. أيضا سي اف اي من خلال تعاملها مع الموظفين الزملاء دائما في تواصل مستمر ما بين الإدارة في شركة سي اف اي مع موظفينها. اليوم صباحا اليوم الأحد كان في عندنا اجتماع قبل هذا الويبينر، استمر لمدة حوالي ساعة أو ساعة ونص تقريبا، تناقشنا في أبرز التحديات وأبرز قصص النجاح وإيش الخطوات اللي احنا دائما لازم نعملها حتى نبقى على تواصل مباشر مع العميل. دائما دائما وأبدا في يعني دائما في نشرات إيش آخر التطورات، إيش آخر الأخبار، إيش الآراء اللي ممكن يطور هذا العمل. شركة TFI من خلال تعاملها مع العملاء هي دائما متواصلة مع عملائنا بشكل مباشر أو من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا الشيء اللي يمكن كل الناس عم بيلاحظوه من خلال زي الويبينار الحالي، هي إحدى طرق التواصل مع السادة العملاء وغيرها من الطرق الأخرى. دائما وأبدا نحن ما بنترك عملائنا لا في سواء كانت ظروف كويسة أو ظروف سلبية. نحن دائما همنا الأول والأخير إنه دائما نبقى على تواصل مع السادة العملاء. مع المجتمع في ظل هاي الأزمة كان برضو واضح جدا، حيث قامت شركة تي اف اي بالتبرع أو بالمساهمة بمبلغ 20,000 دولار لصالح وزارة الصحة الأردنية لمكافحة فيروس كورونا. أيضا شركة تي اف اي بخلال تعاملها مع السادة الشركات المنافسة دائما هي نحن في مرحلة تتطلب تعاون وتضافر الجهود مع الجميع لتجاوز هاي المرحلة الغير مسبوقة. يعني هاي أهم الأشياء اللي قامت فيها شركة تي اف اي. وبالمناسبة يعني بصراحة أنا بعتبرها فرصة اللي ما جرب إنه يتعامل مع تي اف اي يقدر يعني يسودنا برقم تلفونه من خلال المحجات عشان يقدر يجرب كيف ممكن هذا الحكي يستفيد منه من خلال التعامل مع شركة تي اف اي ومن خلال الأدوات الموجودة أو تملكها شركة TFI. يعني أنا بعتبرها صريحة لأي حدا حاب يتداول يجرب إنه كيف تعاملنا مع العملاء، بإمكانه يزودنا برقم تلفونه ونحن إن شاء الله نتواصل معه في هذا. نعم، ولا ننسى مهند كما أشرنا بالبداية إنه مع التقلبات الحادة التي نشهدها في الأسواق يمكن الآن أنه نستفيد منها ونقوم باستثمارات يعني في الأسواق المالية بطريقة تفيدنا يعني، وطبعا نتعلم أكثر من خلال المنصة التي توفرها CFI طبعا والمعلومات، وأيضا الجروبات اللي بنرسل عليها آخر الأخبار إن كانت الفنية أو الأساسية. في لك سؤال ريم من الأخ عمار بيسألك عن اليوان الصيني، هل تتوقع عنده اليوان الصيني ضمن العملات الأساسية بالعالم؟ يعني بنهاية كمان اليوان الصيني حاليا هو يعتبر يعني ما بدي أحكي، يمكن أنت أكثر مهند بتقدر تحكي عن هذه المنافسة بالعملات إن كان الدولار مقابل العملة الصينية. يعني نحن نرى بأن حاليا أكثرية الشركات في التي أغلقت مصانعها في الصين التي هي شركات أمريكية، هذا ربما يعني الصين هي تحاول أن تدفع عملتها بأن تكون الأقوى، ولكن هناك بعض هذا التنافس الذي حاليا هو مستمر. يعني ربما أيضا حضرتك بتوافقني الرأي مهند. وطبعا ريم احنا في عنا الايزو لتصنيف العملات، اوكي، هي المسؤول عن تصنيف درجة العملات سواء العملات الرئيسية او العملات الثانوية. هذا التصنيف الايزو يعتمد على عدة معايير مهمة،
اقتصادية سياسية اجتماعية عسكرية. فلذلك يعني حاليا ما في شيء يشير على انه ممكن انه دخول عملة الصين ضمن العملات الاساسية، لانه هذا الشيء من مسؤولية الايزو اللي مسؤول عن تصنيف العملات زي ما حكينا حسب المعطيات الرئيسية اهمها الاقتصادية السياسية العسكرية وغيرها من الامور. نعم. طيب مهند، لنستعرض سريعا المديات الزمنية لكورونا قبل أن ندخل بالتحليل الفني لأهم المؤشرات والسلع الأساسية، تفضل. طبعا يعني إحنا كورونا يعني كيف ممكن يأثر سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد، يعني طبعا وإيش انعكاساته، هذا شيء طبعا جدا مهم. طبعا كورونا زي ما إحنا شايفين حاليا العالم كله عم بيحاول انه يعني يطيل امد السيطره على الفيروس ضمن اقل عدد من الاصابات، بالتالي عمليه يعني سيطره وعدم انتشار هذا الفيروس بشكل اكبر خلال الفتره القادمه. طبعا هذا النجاح بهذا الشيء، يعني راح يعتبر الحدث الاقتصادي الاهم والإنساني الأهم خلال الفترة القصيرة الحالية، لأنه في حال زادت المدة للتعامل مع فيروس كورونا بالتأكيد رح يكون في عنا المزيد من الإغلاقات، المزيد من البطالة، المزيد من الفقر، المزيد من تراجع الأجور. بالتالي إحنا عم نشوف حوالي منظمة العمل الدولية تؤكد أنه 38% من العمال العالم معرضون للخطر نتيجة فيروس كورونا. بالتالي كل ما كان العلاج أسرع والسيطرة على الموضوع بطريقة بوقت أقل، كل ما كان العلاج أفضل وكل ما كان التعامل مع أزمة كورونا يكون بشكل أفضل تماماً. فيعني يمكن هاي أهم النقاط اللي كيف ممكن فيروس كورونا على المدى القصير أو على المدى الطويل. نعم شكرا مهند. يعني نحن نعلم أنه اليوم الأسواق مغلقة وغدا أيضا الأسواق الأوروبية مغلقة بسبب عطلة إيستر، يعني قد تكون التداولات خفيفة رغم أن سوق الولايات المتحدة سوف يكون يعني operating normally، رح يكون شغال طبيعي غدا، ولكن ربما قد تكون التداولات ضعيفة. إلا أننا هل نتوقع أن يكون هناك اليوم عشية اليوم أن نرى أن يفتح السوق على بعض يعني الجاب إذا فينا نقول؟ تفضل. يعني شوف خلينا نتكلم بناحية فنية. مؤشر داو جونز منذ العام تحديداً 1900 على ما أعتقد الرقم مش واضح عندي 2008 تحديداً منذ 2008 ولغاية 2020 طبعاً نسبة التراجع اللي شفناها مؤخراً بتداعيات فيروس كورونا يشكلت ما نسبته 50% من هذا الارتفاع الذي بلش أو بدأ منذ 2008 ولغاية 2020 انطلاقا من المستويات القريبة من 7000 ووصولا للمستويات القريبة من 30000. بالتالي هي نسبة تصحيح تعتبر مهمة جدا وممتازة جدا اللي هي نسبة 50%. بعد ما وصل المؤشر عند 18200 اللي هي تشكل نسبة تصحيح 50%، عم نشوف في تحسن واضح جدا وعاد مؤشر داو جونز يتداول عند المستويات القريبة من 24. 24 طبعا زي ما احنا شايفين هي جدا ايضا تعتبر مهمة لسببين. السبب الاول انه 24000 هي نسبة تصحيح 50% من موجة الهبوط اللي تراجع فيها داو جونز بسبب تأثير أزمة كورونا. بالتالي تجاوز 24 عدا عن إنها نسبة تصحيح 50% وهي أيضا تجاوز لمتوسط 200 الأسبوع المهم جدا زي ما احنا شايفين أهميته من خلال الشارت المرفق، هو دائما ما يشكل دعم أو ما يشكل مقاومة. بالتالي تجاوز 24 ممكن نشوف المزيد من التحسن على حركة الداو جونز خلال الفترة القادمة. هلا مش هون المهم ريم، المهم انه حال تجاوز ال 24 هذا الشيء ممكن يشجعني انه ممكن نسمع اخبار خلال الفترة القادمة.
يعني لا ننسى كمان الداو جونز مهند هو يعكس 30 أكبر شركة في الولايات المتحدة، ونحن على موسم إعلان الربع الأول لشركات مهمة، لكبرى شركات في الولايات المتحدة. ربما شهر جانيوري ونصف شهر فبراير كان جدا، يعني كنا نرى الاقتصاد قوي والمؤشرات عند أرقام قياسية قبل أن نرى هذه الانخفاضات الحادة. فربما الأرقام الاقتصادية قد تعكس أيضا حالة الاقتصاد. يعني بشكل عام ريم، الامور ما زالت تعتبر يعني من حيث اداء الداو جونز مقبوله، ما بقول هي سيئه، بالعكس هي تعتبر مقبوله رغم الخسائر اللي صارت الفتره الاخيره، ولكن بسبب خطط التحفيز اللي شفناها وضخ تريليونات الدولارات في الاقتصاد سواء داخل الولايات المتحده او على مستوى العالم، عم نشوف في بدايه تحسن على الاسواق الماليه بمختلف انواعها سواء الاسواق العالميه او حتى الاسواق العربيه. فشفنا الداو جونز عوض، نجح بالتعويض 50% لغايه الان من الهبوط اللي حصل بسبب تاثير كورونا، وهي بعتبرها العنوان الابرز في التحليل الفني حاليا، انه الداو جونز يعوض 50% من خسائر كورونا. نعم، يعني عمار عم يسالك هل تتوقع ان يصعد الداو جونز في الاسبوع القادم، في بحر الاسبوع القادم؟ هذا الشيء مرهون أخ عمار بتجاوز ال 24، في حال نجحنا بتجاوز ال 24 نعم ممكن أتوقع أنه ممكن نشوف المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة. نعم، طيب لننتقل لنتكلم أكثر مهند عن الذهب. يعني كما نعلم بأن الذهب يعتبر الملاذ الآمن، ونتوقع أن يكون هناك ارتفاعات عليه في حال كان هناك عدم يقين وتوترات عالمية وسياسية، إلا أننا رأينا بأن الذهب أيضا ببعض وقت من الأوقات لم يعد الملاذ الآمن، وأن بعض المستثمرين يقومون بربما شراء الدولار أكثر من شراء الذهب، ولكن رأينا ارتفاعات على عملة المعدن الأصفر حاليا، كما هو يعني كما هي معتاد أن يكون هناك ارتفاعات في حال عدم اليقين. كيف ترى توجهات الذهب يعني مع بقاء هذه الأزمة؟ يعني بكل بساطة ريم، الذهب خلال المديات المتوسطة بكل وضوح ويتحرك ضمن اتجاه صاعد زي ما احنا شايفين. هذا الاتجاه الصاعد عنده دعم مهم جدا حاليا عند 1340، فبالتالي انا بالنسبه لي الذهب يتحرك بايجابيه وسوف يستمر بالتحرك ايجابيا طالما هو مستمر بالتداول فوق المستويات المهمه جدا اللي هي 1640، والتي كانت تشكل سابقا مستويات مقاومه، حاليا هي اصبحت مستويات دعم. فبالتالي بالنسبه لي ال 1640 هي اهم مستويات الدعم للذهب حاليا، انا راح افترض الايجابيه طالما نحن محافظين على تلك المستويات. بالمقابل الذهب على المدى الطويل هو كان يتحرك بشكل افقي على شكل مثلث زي ما احنا شايفين عبر مجموعه من الصاعده والهابطه، لديه اختبار حقيقي عند ال 1700، هذا راح يكون اهم اختبار واهم يعني رقم في الذهب خلال الفترة القادمة. فدائما السؤال حاليا هل ينجح الذهب بتجاوز ال 1700؟ احنا شفنا حتى حركة الدولار مؤخرا، احنا نعرف ان الذهب يتأثر الدولار بحركة الدولار ويتأثر بالتوترات العالمية. الدولار مؤخرا كان ايضا يتحرك بطريقة عنيفة جدا صعودا وهبوطا، وهذا الشيء اللي أثر على الذهب كعملة ملاذ آمن، ولكن مع استعادة الزخم الصاعد مؤخراً بالمديات المتوسطة الأخيرة، الذهب ما بين مقاومة عند الـ 1700 وما بين دعم عند الـ 1640. نعم، يعني مهند ننهي بالكلام فنياً عن النفط، يعني وطبعاً الطلب يعني الاتفاق الذي توصلت إليه أوبيك بلس لتخفيض إنتاج النفط حتى عام أبريل 2022، يعني هذا الأمر الذي تم التوصل إليه نهار الخميس، ولكن ربما كان هناك بعض الدول غير راضية على هذا الموضوع وكانت تريد خفض أكثر من 10 ملايين برميل.
كيف ترى أن هذا الخفض سيدعم الأسواق، أسواق النفط، أو إعادة التوازن للأسعار؟ يعني شوف ريم، أوبك بلس اللي هم دول أوبك ودول حليفة لأوبك اللي أهمها طبعا روسيا، تم الاتفاق على تخفيض ما نسبته 10 مليون برميل يوميا. ولكن المشكلة وين ريم؟ أنه السوق بحاجة مزيد من الخفض بكميات الإنتاج. فصار عندنا اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، وخرج الاجتماع وانتهى الاجتماع باتفاق على أنه يجب دعم سوق النفط فقط. هذا البيان الختامي اللي خرجوا فيه وزراء مجموعة العشرين. هذا البيان الختامي لا يكشف لنا عن مدى الخفض الحقيقي اللي ممكن تقوم فيه الدول النفطية من خارج أوبك بلس. لم تتعهد أي دولة من خارج أوبك بلس بأي خفض الإنتاج، ولكن هم اكتفوا بأنه هم عم بخفضوا الإنتاج طبيعيا نتيجة تراجع الطلب وتراجع أداء بعض الشركات. بالتالي كيف سيتعامل السوق مع هاي المعطيات؟ هذا الشيء نشوفه خلال الأسبوع القادم. ولكن فنيا البرنت كان يتحرك مؤخرا من حركة أفقية. هاي الحركة الأفقية كان عندها مقاوم عند 32.5، ويعني نجح برنت بتجاوزها، ولكن بسبب تضارب الأخبار والمخاوف من عدم الالتزام بخفض الإنتاج عاد لتداول قرب المستويات 32.5 لخام برنت. بالتالي من وجهة نظر الفنية، عودة الأسعار دون المستويات 32.5 سوف يشكل سلبية حسب التوقعات الفنية الموجودة دائما على الجار، سوف يشكل سلبية على حركة الأسعار خلال الفترة القادمة. بالمقابل استمرار وبقاء الأسعار خام برنت فوق 32.5 ممكن نشوف ارتفاعات جيدة لأسعار النفط خلال الفترة القادمة. فبالتالي أنا كقارئ للشارت وكمتابع للشارت سوف أتابع 32.5 دولار للبرميل بالنسبة لخام برنت. في عنا سؤال من أستاذ فراس عم بيقول هل الذهب مرتبط مع قوة الأسهم الأمريكية؟ احنا شفنا طبعا بسبب الأزمة والهلع اللي صار في الأسواق المالية، بدأ المستثمرون والصناديق الاستثمار ومؤسسات المالية ببيع أسهم وذهب وكل ما تملك من أجل عملية الكاش، الحصول على الكاش. ولكن مع تحسن الأسهم الأمريكية ومع تحسن مؤشر الخوف VIX Index أوكي، بدأت الأسواق يعني حطت أنفاسها وتوقفت عملية البيع العشوائية، وهذا الشيء عم بيخلي مؤخرا إنه الأسهم تتحرك بشكل أو بعلاقة طردية هي والذهب ضمن نفس المعطيات. لأنه بالفترة السابقة كان في بيوعات على الذهب لتغطية مراكز مكشوفة في أصول أخرى من أهمها طبعا اللي هي الأسهم، فكان مضطرين المستثمرين يبيعوا ذهب لتغطية المراكز. ولكن مع تحسن مؤشرات الأسهم ما عاد المستثمرون بحاجة إلى بيع الذهب لتغطية تلك المراكز المالية. وبالتالي مؤخرا عم نشوف حركة طردية ما بين الذهب وما بين الأسهم. نعم، شكراً مهند يعني على هذه المعلومات القيمة، إن كانت من الناحية الفنية أو الناحية الأساسية، ونتمنى أن نكون قد أوصلنا يعني أكبر كمية من المعلومات لجميع المستثمرين. وطبعاً برجع بذكركم في حال أردتم أن تشوفوا وتجربوا المنصة التجريبية ما قلكم إلا تنزلوها على التليفون أو على اللابتوب، طبعاً منصة الميتا تريدر 5، لكي يمكنكم من خلالها أن تتداولوا بالأسواق المالية العالمية وأن يعني توصلكم الأسعار أول بأول كما هي الأسعار حالياً عالمياً. وطبعاً ندعو الجميع بأنه يراسلونا في حال كان لديهم اهتمام بالانضمام أيضاً إلى الجروبات اللي بنرسل عليها أهم الأخبار الاقتصادية والفنية كل يوم.
يعني طبعا ما في إلي إلا أنه أشكر جميع الحضور، وطبعا أشكر كبير المحللين على دايما المعلومات السباقة والتي تفيد الجميع. سيد مهند عريقات، شكرا، كلمة أخيرة لك، تفضل. ريم، بس الأخ عم بيسأل عن تحليل اليورو، فخلينا بس نعم بشكل سريع جدا. اليورو عم نشوف، لو عملنا بالطريقة التالية، عم نشوف اليورو يا جماعة عم بيتحرك يعني أيضا بطريقة مشابهة للذهب، عم بيتحرك صعودا وهبوطا ضمن موجات متأثرة بتحرك الدولار مؤخرا وبالعوامل العالمية المرتبطة بفيروس كورونا. مؤخرا الذهب عم بتحرك ضمن موجة صعيدة على المديات القصيرة مع دعم مهم عند 1.0920، ومع مقاومة مهمة جدا عم نلاحظ عند 1.0950. تجاوز 1.0950 ممكن نشاهد المزيد من الارتفاع على حركة الذهب الفترة القادمة. وبشكل عام تابعوا تقريرنا ما قبل افتتاح الأسواق اليوم إن شاء الله، يعني راح يكون في عنا تحليل مفصل أكثر عن توقعات حركة اليورو وغيرها من الأدوات خلال الأسبوع القادم. طبعا ريم، يعني بالنهاية كلمة أخيرة بس هيك حاب أحكي بشكل سريع، أزمة كورونا هي أزمة اقتصادية وأزمة إنسانية تتطلب جهود كبيرة وتتطلب تضحيات وتتطلب التزام من الجميع بمعايير السلامة، سواء السلامة الشخصية والسلامة الاقتصادية. أوكي. الحمد لله نجحنا في التعامل مع هاي الأزمة كشركة CFI، وهذا الشيء يسجل لشركة CFI هذا النجاح وهذا الالتزام وحرصها على العملاء بشكل تفصيلي. وبالعكس احنا اللي عملناه اثناء ازمه كورونا يمكن ما عملنا بدون الازمه، فبالعكس عملنا انجازات كثير رائعه كثير ممتازه الحمد لله. وبتمنى انه اي حدا حاب يعني يجرب التداول مع شركه CFI يزودنا برقم تليفونه او بالايميل تبعه، واحنا ممكن نتواصل معه بشكل مباشر جدا. هذا هناك بعض الاسئله مهند اذا بتحب سريعا. الأسئلة الفنية يا جماعة، يعني شكر لك أخ فراس. بالنسبة للأسئلة الفنية والأمور هاي خلينا نأجلها لمحاضرتنا الفنية، احنا بتعرفوا عندنا محاضرات فنية كل يوم، بكرة كمان عندنا محاضرة، يعني كيف عفوا ريم، بكرة الصبح الاثنين عندنا محاضرة صباحية فنية وأساسية غدا صباحا. شكرا ريم للتذكير، غدا صباحا الساعة 10 بتوقيت عمان وبيروت، الساعة 11 بتوقيت دبي، برضو رح يكون عندنا فني وأساسي للأسواق مع افتتاح الأسواق. الأسئلة الفنية لهاي الويبينارات احنا متواصلين معاكم على مدار الأسبوع وعلى مدار اليوم حتى. إذا حاب تحكي أي كلمة. أنا بس بدي أشكر الجميع، يعني كلهم عم يشكرونا ونحن كمان بنشكرهم على الانضمام وعلى الأسئلة القيمة، وطبعاً إن شاء الله بنلتقي بكرة بملخص سريع للأسواق المالية العالمية أنا ومهند عند الساعة 11 بتوقيت دبي و10 بتوقيت الأردن ولبنان. شكراً للجميع، ومهند نلتقي غداً بإذن الله إن شاء الله. ريم شكراً لحضرتك، شكراً للجميع، شكراً.